فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو عن النادي الرياضي لحمام الانف، اخر اخبار الفريق. بالطبيعه نواصلوا متابعتنا الاخبار الانديه التونسيه قبل عوده المنافسات في تونس لعوده البطوله، بالطبيعه عوده الكره وعوده الروح بعد ما تاخرت شويه بارابور البطولات العالميه. حاليا مازلنا نستناو في عوده النشاط في تونس. على كل باش نتبعوا اليوم اخر اخبار نادي حمام الانف مع رئيس الفريق السيد معاوية الكعبي. سي معاوية اهلا بك. رئيس النادي مش رئيس الفريق. وش من الفرق؟ لا الفريق فريق، الفريق معناها فريق كرة قدم. والنادي هو الجمعية ككل. معقول؟ والله في حد علمي ما فماش فرق بين الفريق وبين النادي. على كل مرحبا بك سي معاوية. رئيس نادي حمام الانف ورئيس فريق حمام الانف كيف كيف. مرحبا سي معاوية. بارك الله فيك. شنو الأمور لاباس؟ الحمد لله إن شاء الله لاباس. وحل البلاد هكا هو، أنا نحاولوا كما يقولوا بالفرنسيه وفي افيك. نحاولوا نعالجوا المواضيع كما هي وكاو. باهي باش ناخذ من عندك جديد في نادي حمام الانف سي معاوية. وجديد تقريبا كان الاجتماع منذ يومين كما اشغلت مع رئيس الجامعه السيد وديع الجري. شنو اهم ما تم تناوله في الاجتماع هذا؟ اولا نسعى مبادره كانت من الجامعه ونحيي بالمناسبه معناها رئيس الجامعه اللي معنا التفت من نادي حمام الانف اعتبارا للوضعيه اللي كيما بقيه النوادي معناها اللي يعيش فيها النادي حمام الانف على غرار مختلف يعني النوادي اللي موجوده في القسم الوطني وفي القسم الثاني. الاشكاليات بالطبع بالضروره تكون ماليه. اشكاليات معنا اساسا ماليه. تعرف عندنا كيما المصطلح معنا في الجامعه يقول لك اردوازه، معناها ثم متخلفات نتاع ديون لدى الجامعه معناها على كاهل النادي الرياضي حمام الانف. وانا انسان معناها اللي حبيت في معناها اختتام الموسم الرياضي هذايا باش تكون الحسابات الماليه معناها دقيقه وصحيحه وسليمه. خذيت معناها مختلف الاطراف معناها الدائرين بصوره عامه باش نشوف معهم الوضعيه كل معناها فيما يهمه. وجاء معناها الدور نتاع الجامعه واتصلت بالجامعه وتحولت الجامعه قلت البارح وشفت مع السيد رئيس معناها الجامعه الحسابات نتاع النادي حمام الانف ولا الديون نتاع النادي حمام الانف لدى الجامعه. وبالمقارنه مع الارقام اللي عندي على خاطر كما تعرف اختصاصي معناها ماليه معناها نتابع بالمليم. شفت مع الجامعه ثم اختلافات في بعض الارقام وطلبت من السيد رئيس الجامعه باش يصححوا المعطيات اللي عندهم ونشوفوا مع بالمقارنه مع المعطيات معناها اللي عند النادي حمام الانف باش نوصلوا نفس تقريبا نفس الرقم نتاع الديون. الرقم نتاع الديون معناها بكله ما يقارب معناها 400,000 دينار 400 مليون. رقم مهم النادي حمام الانف. شوف مهم وماهوش مهم كي تشوف الارقام الاخرى من ارقام مهوله، ولكن نسبيا نقول سيبلي كلامك معقول انه بالمقارنه مع حجم ميزانيه النادي حمام الانف راهو يمثل تقريبا 25%. وحجم تاع الدين معناها في سكون ابيل لي راسيو في لي راسيو معناها يعتبر يعني تعتبر نسبه مرتفعه ماهيش مشفقة ولكن مرتفعة ولذا يلزم التحكم فيها. وشفت معاه وبارك الله فيهم انا قبل العرض اللي عرضت عليه انه ثم جدولة معناها نعملوها مع بعضنا ونحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار معناها الوضعية نتاع الرياضة التونسية بصورة عامة ونتاع كرة القدم بصورة خاصة والنادي اللي حبنا في حد ذاته معناها تعرف اللي جاتنا هزات عام الاول معناها ارتجاجات صارت في النادي اللي عبرها ما صارت كما شفت رئيس جمعيه انسحب فهمت رئيس ثاني والرئيس الاسبق اللي قبله معناها انه نقول سلط بالمفهوم التصفيط نتاع عقل على الحسابات الماليه معناها للنادي وبالتالي لقينا روحنا في صعوبات ماليه. ولكن مع ذلك والحمد لله وعلمت السيد رئيس الجامعه وقدمت معناها وثائق في معناها قدمت له جدول محوصل معناها للوضعيه الماليه للنادي وعمل عليه كيف شافه وطلع عليه وكذا وخليني نقول لك اللي عمل عليه كيف.
على مستوى العرض وعلى مستوى الطرح، وحطيت فيه ووريته اللي كونه أول مرة في تاريخ حملف معناها تحقق هيئة مديرة توازن كامل بين معناها النفقات متاع النادي، المصاريف متاع النادي، وبين معناها المداخل متاعه. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه شكون أبل ليكيليبر معناها بديتار، معنى هذا أنه ما خلينا الهيئة الحالية معناها في أعقاب الموسم الحالي ما خلات حتى دين إضافي معناها للموسم الجديد الهيئة قادمة معناها ما يعني الحجم متاع الديون اللي كان موجود المفروض يقعد هو بيده وما زدنا عليه حتى شيء. معناها يعني التوازن المالي هذايا في حد ذاته معناها إنجاز. العنصر الثاني أنه الأكل سكونابل الستوك الستوك متاع الكريونز يعني المجموعة متاع الديون السابقة للموسم هذا اللي هي تقارب 4 مليارات. نحكي على الديون القديمة معناها ما يقارب 4 مليارات. 4 مليارات الهيئة الحالية معناها توصلت إلى تقليص، نقصنا ماك 4 مليارات ما نقصنا ما يقارب 1.8 مليار. وهذا بحكم كما قلت معناها التصرف، معناها ثم شفنا محاولات وقمنا معناها بتدخلات وقمنا بإجراءات زادة في نفس الوقت متفقين، وحاولنا باش كما قلنا نقلصوا يعني أكل طهرنا الحالة المالية متاع النادي وخفضنا فيه معناها اليوم ولات ما يتقارب الديون اليوم بصورة عامة معناها قعدت ما يقارب المليارين 2 مليارات. وزوز مليارات هذوما في البرنامج اللي عملناه أنه إذا كان بالنسبة للموسم القادم، بالنسبة للموسم القادم والموسم اللي بعده يلزم الزوز مليارات هذو ما يتنحوا. أنا حسب استراتيجية حاطين برنامج كيفاش كيفاش تنحاو سي معاه ان بلون دو كما قلنا فهمت ان بيزنس بلون هذايا تعمل معناها بالنسبة للسنوات القادمة. وكيفاش كما قلت معناها أنه إذا كان احنا سنا حققنا كما قلنا التوازن ما بين المداخيل والمصاريف، العام الجاي باش يكون المجهود معنا اكبر شويه باش المداخيل تكون اكبر. علاش اكبر؟ الخطر السنة احنا ثم عنصر ربما يلزم ناخذوه بعين الاعتبار ان المداخيل نتاعنا هي في الاصل في الاصل فاقت المصاريف. علاش؟ على خطر خلصنا ما يقارب 400 مليون تاع ديون سابقه زاد واضح خلصناها معاها. لو كان ما خلصناش شكل 400 راهو عندنا 400 فايض صحيح. اكل 400 فايض هذوكم العام الجاي باش نلقاوهم ال 400 ونزيد نطوروا فيهم الاستراتيجية واللي بعده باش نطوروا الاستراتيجية اللي عاملينها سي معايا من خلال شنو؟ تقليص المصاريف، كتلة الأجور باش تنقصوا فيها، وإلا باش تكبروا مثلا في مداخيل من سبونسورينج جدد وفما حكايات من نوع هذا. شنو محضرين؟ شوف شوف هذا هو بارك الله فيك في السؤال. أنه عندك دو بارامتر، البارامتر الأول هو سكون أبل لي شارج الأعباء بما فيهم معناها الأجور نتاع اللاعبين وكذا كذا. اسكو هذه مدى امكانيه التحكم فيهم؟ تنجم تتحكم ما تنجمش خاطر انت والقيمه نتاع الملعبيه اللي بتجيبهم انت والظرف اللي انت فيه. اذا كان نحافظ واحنا قلنا تو تشوزي تو ايكال فاريور، اذا كان نحافظ انا على نفس المستوى نتاع المصاريف والمداخيل نتاعي كما قلنا معناها نزيد نطور فيها شويه وقتها باش نولي نلبي الحاجيات نتاعي فيما يخص معناها اللاعبين والانتدابات وغيره وغيره، وفي نفس الوقت معناها النجم يعني نخلي الفايض اللي مكنني باش نجيبها كما قلت معناها الديون القديمه هذه، وبالتالي يقع القضاء عليك الديون هذيك في جدوله كما قلت اللي ربما تستمر العامين. سي معاوية هذا الكل ممتاز جدا معناتها نظريا، لكن التطبيق على ارض الواقع كيفاش باش يكون؟ ما والله انا نكلم فيك انطلاقا من الواقع على خاطر الاستراتيجيه هذه مبنيه على عمل منجز على برنامج معناها الوقع انجازه مش معناها تصوره فقط. انا عطيتك معناها الانطلاق من الموسم، احنا كملناها الموسم هذا ولا لا؟ صحيح 2020 2021 2022 وفاء مش هكا؟ بالطبع دونك نعطي فيك انا في وضعيه نتاع استنتاج اطار مالي اللي تم معناها في الموسم اللي فات
معناها انا نعطي فيك في المعطيات هذه بناء على معطيات معناها منجزه نهائيا وفات معناها بالنسبه للموسم. سينو سي معلم بالنسبه للعقله الموجوده على حسابات نادي حملان فيش عملتوا فيها؟ والله بكل اسف نقول ما زلت متواصله معناها عقله ما زلت معناها نقول ما نحبش المصطلح الصحيح هي مجرات عقلة مجرات على حسابات النادي. انا نقول عقلة ولات معناها اذا كانت طالت شوية ولات ممارسة عقلة ممارسة على حسابات النادي فهمت معناها بو على كل من النقطة اللي نتمنى انا من يخرج منها النادي الذي حمل وتخرج منها الهيئة بما فيه خير معناها النادي وخير البلاد وخير حتى اليوم نشوفه والدرس البارح شفناه معناها من الجلسة العامة نتاع النادي الافريقي نسمعوا في ملاعبية معناها مش رؤساء ولا مسؤولين نسمعوا في ملاعبية اللي تخليت على ديون تلعب على مبالغ كبيرة ياسر من مليار ل 500 ل 300 كذا كي تسمع انت ملاعبية تخليت ومنهم اللي هما مش ابناء النادي وتجي تشوف انت معناها بالنسبه للمثال اللي عندك رئيس نادي سابق معناها كما قلت معناها يجري عقله على حسابات ناديه اللي كان هو مشرف عليه معناها تقول انت فما هو سي الفاضل بن حمزه باش نموت بلا واضح هكا ولا اي اي نعرفش حكيتوا مع سي معاويه في الموضوع ولا لا؟ اسمع اربع شهور رحنا نحكيو احنا اربع شهور رحنا نلوكوا في نفس الموضوع كما قلت هو عنده قراءه للوضع واحنا عندنا قراءه خطر احنا شنو نقولوا له؟ نقولوا له وانا شخصيا اقر لكونه سي الفاضل بن حمزه راهو عطى اجراء خدم وساعد النادي بصوره كبيره وبارك الله فيه. ولكن ما بين العاطفيات خويا والكلام وما بين معناها الواقع انا رجل قانون. أنا رجل نمشي بالأرقام معناها المدونة. عندي وثائق، نمشي على وثائق. نمشي على وثائق، إذا كان قضية مش قضية تخمينات ولا قضية تقديرات ولا قضية معناها لا لا بابا، ثم وثائق وثم يعني كان عندنا وثائق تثبت معناها الكلام اللي يتقال مرحبا، ما ثماش وثائق وهو الأمر. متفقين؟ ولذا أنا وقتها مطالب باش ندافع على حق النادي وباش على الاقل ما تضرش النادي بدون موجب. هذا هو الاكثر والاقل معناها القضيه قضيه قراءات وراو الوضعيه اللي فيها السي الفاضل دخلت فيها العديد من رؤساء النوادي ما تشوف فيها مجموعه فيها ناس مساكن يدخلوا ويصرفوا 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 ويحط ساعه ساعه من مكتوبه معناها مش يصرف يصرف اي ولكن يا حبيبي تصرف مش هكاك بعد جيت تقول انا راني حطيت مليار اي حطيت مليار اعطيني ما يفيد اللي انت حطيت مليار هو ما عندوش ما يثبته هذا هو الاشكال فك الاثباتات فهمت كيفاش وبالعكس ما عادش كان ربما بلغت الامر اللي كونه تبين اللي هو اسند روحه كمبيالات وظهرت انا اللي فما الكمبياله الاولى اللي طرحها هو للاستخلاص الكمبياله طلعت مزوره معناها كمبياله دونك الامور خطيره ولات معناها يعني. بالدارجه مضروبه كمبياله مضروبه ولعلمك قدمت به قضيه جزائيه معناها دونك الامور في القضاء تو الامور في القضاء فهمت وخلي منها القضاء يقوم اجراءها اكيد واللي عنده حق تو ياخذ ان شاء الله ايضا في علاقه بالعقوبه الفيفا اش عملتوا فيها سي معاوية؟ بارك الله فيه السيد رئيس الجامعه كما قلنا خذا على عاتقه معناها الموضوع هذا بون هو ماهوش المبلغ ماهوش كبير معناها 48000 و500 ما هوش حاجه كبيره ياسر شلاء على عاتقه وباش يتصرف في الوضعيه واحنا بالطبع كما قلنا معناها التزمنا على اساس كونه نعاودوا جدوله جديده في فيما يخص المبالغ معناها اللي المتخلده بذمه النادي ونمشيو معناها ان شاء الله نكونوا في على مستوى الكلمه نتاعنا وعلى مستوى الالتزامات نتاعنا باش نحاولوا نخفوا على خاطر شوف نجاح اي نادي نجاح اي نادي فنيا معناها على مستوى المستطيل الاخضر راهو ما نجمش يتم الا بالفنيات ما ينجم يتم زادة الا اذا كان الوضعيه الماليه راهو الصيني الوضعيه الماليه معناها سليمه نظيفه باهيه وماهيش معناها مثقله اذا كان ماهيش سيرشارجي بالطبع معناها تولي الديناميكيه يدور الموتور نتاع الجمعيه بكله يدور
معناها فنيا اداريا ماليا تولي معناها الامور وهذا كان يلزم اذا كان وقتها تولي كما قلت معناها المحرك يدور بالسهوله اللازمه وقتها تولي الجوانب معناها الاطار الفني يلقى راحته الاداره ترقى راحتها المسؤولين يلقاو راحتهم اليوم انا خاطر وتشوف فيها في الجمهوريه التونسيه كامله اليوم وقت معناها يطرح موضوع نتاع تقديم ترشحات السؤال اللي يتبادر بالذهن قداش عندهم ديون قداش جمعيه فيها ديون اول سؤال ليس لك لا شنو برنامج ولا شنو الافاق ولا شنو كذا ولا هات نشوف شنو معناها المخزون الرياضي الشبابي اللي في الجمعيه لا هذه كلها ما يشوفوهاش يشوفوا قداش مكبله بديون قداش زوز مليارات 3 مليارات لا اخويا باش نتحمل 3 مليارات 4 مليارات معناها الاشكال العبيد الكل ولا تهربه كما قلت مهل الحجم نتاع الديون هذايا وين الفكره اللي طرحتها ودخلت عليها معناها ندى حنلف انه ما نهربش من الديون نحاول كيفاش نعالجها علاش على خاطر لو كان هربنا نهربوا من الديون راهي بيزيد تتراكم راهي بيزيد تكبر وراهو باش ينتهي الامر الى اضمحلال النادي ولذا اذا كان ما نباشروش العمليه معناها مبكرا ما نحاولوش اون انتيسيب معناها سور لي سيتياسيون غراف ولو كان ما نمشيوش احنا للمشكل ونعالجوه ونفضوه ونلقاو له حلول ونتجنبوا معناها المعطيات اللي وصلتنا ليه معناها بالنسبه للمستقبل راهو هذيك هي معناها التصرف السليم معناها في النوادي. سي معاوية خلينا نكمل معاك اخر سؤال برشا في الشارع الرياضي يقولوا باللقاءات هذه معك انت مع رئيس الجامعه ايضا ملعب التونسي وفد منه قابل رئيس الجامعه نجم الساحلي كيف يقولوا كانه رئيس الجامعه يحب يحط يديه على الانديه هذه من خلال مساعدتهم ماليا شنو تعلق انت وشنو ترد على الكلام هذا؟ شوف اولا بالنسبه لي انا كل انسان يخدم المصلحه بالنسبه لي انا رئيس جمعيه انا نرى مصلحه النادي قبل كل شيء ونخدم مصلحه النادي وفي العمر هذايا وبالمستوى اللي نعتقد اللي كونه الحمد لله عايش به حتى اليوم معناها علميا واداريا واجتماعيا ما نعتقدش اللي كونه معاوية الكعبي اليوم معناها يتشاب بسهوله ولا الرؤساء الاخرين لا نعتقد القضيه ربما مش تاويلات ولكن ربما قراءات نحترم الاراء نتاع الناس الكل رئيس الجامعة في بقعته يقوم بدوره ويحاول باش يأمن المهمة نتاعو حسب ما يراه واللي باش يحاسبوه هما رؤساء النوادي في الإطار القانوني معناها اللازم ما عليهم كان يحاسبوه وقتها كان عنده حاجة وبالنسبة لي أنا كما قلت أنا علاقتي برئيس الجامعة علاقة احترام كامل هو في بقعته وأنا في بقعتي. واضح يعطيك الصحة بارك الله فيك سي معاوية على تدخلك معنا بالتوفيق ليك ان شاء الله في مهمتك يوفقك ان شاء الله شكرا في نادي حملم فك قلت نادي مش فريق يسمى حبيت نقول لك راه صدقني راه فما فرق كبير ما بين فريق ايكيب معنا بالفرنسية متفقين ونادي كلوب ونادي كلوب ما يفرقش برشا ناكد لك انا سي ادخلت بعضي سي معاوية لا والله ربي احاول ارجع للاهل الذكر ما يصيرش باهي نثبتوا اي معلش لي نثبتوا وانت انسان نعرفك تبارك الله وصدق ونحب نحييك على المجهودات الكبيره اللي قاعد تقوم بها لاني خاصه بالنسبه للاذاعه نتاعكم راني نصبح معكم من 6:30 نتاع الصباح اي الله يخليك والعشية يعني نكمل فيها معك انت مشكور جدا يعطيك الصحة سي معاوية معاوية الكعبي رئيس النادي الرياضي حملنف وبالتوفيق ليك في مهمتك في الفريق ايضا وبالتوفيق نادي حملنف في الموسم القادم فاصل وبعد مكملين بعد شوية اخر جزء من حسن.